لو في يوم لقيتوا نفسكوا واخدين المكوك بتاعكوا الخاص وخربينها في الفضاء فسح، وممكن تتسابقوا مع مختلف الدول في انكم تلموا اقمار صناعية على مركبات فضائية واشياء من هذا القبيل، فانتوا كالنسيج فقرة متكحرتين، وظيفتكم ان انتوا تخلوا الفضاء كده بيلمع ونضيف فلة من اوله لاخره، لان هنكتشف من خلال الفيلم ان من كتر عمار البشر في الارض دمروها وما بقاش حد يقدر يعيش فيها، واللي لسه عايش هناك فده يعتبر تحت خط النحس. فدلوقتي الفرصة الوحيدة للنجاة من على هذا الكوكب ان الواحد يسافر للفضاء عن طريق شركة UTS، صاحبها اسمه جيمس، لسه شاب عنده 152 سنة، وعلى الرغم من صغر سنه قدر يهيئ كوكب المريخ ويبقى صالح للعيش، وعايش عليه 5% من سكان الأرض. وبما أن البني أدمين طلعوا خلاص الفضاء مسلمش منهم، لدرجة أنه بقى مليان مخلفات، مركبات فضائية بايظة، على مكوكات، على أقمار صناعية، الحاجات اللي ملهاش لازمة دي. فالشركة عاملة جايزة مادية للي يجمع فضلات الفضاء، فكتير من مختلف الدول هربوا من الأرض وعملوا فرق كالناسين وبقت وظيفة ليهم. ومن ضمنهم البطل اللي قبل أيام الكحرطة كان من علية القوم وشغال مع حراس الفضاء، ووظيفته انه يهجم على المهاجرين الغير شرعيين الهربانين من كوكب الارض ويبستفهم. الا ان في مرة لقى طفلة صغيرة بريئة مامتها ماتت في الهجوم، فصعبت عليه وخدها ربها زي بنته، ومن ساعتها تاب وما بقاش يقدر يقتل حد، فترفد من شغله وبقى مشرد وشحات مش لاقي ياكل. وعشان المخرج يكمل عليه اتوصى بيه، ففقد بنته في هجوم تاني من حراس الفضاء، ومن ساعتها وهو بيحاول يجمع فلوس عشان يوديها لجهة معينة تدور له عليها، ومعه فريقه واحدة شخصيتها جامدة وكانت قائدة قبل كده ومهندسة عبقرية شغالة مع الأخ جيمس، ما كانتش بتطيق اللي خلفوه لدرجة انها حاولت تقتله بس فشلت وهربنا من وقتها. تالت واحد بقى واخد لقب النمر، وحبيب والديه كان اكبر ديلر على كوكب الارض لدرجة انه لو عدت بالارض تاني هيتعدل. واخر واحد في الفريق انسان آلي، وده دماغ لوحده ومقلب فريقه في القمار وعمال بيحوش فلوس عشان عنده حلم يعمل زراعة جلد ويبقى شبه البني أدمين. محدش عاجبه حاله، فريق ده أحسن فريق في المجرة وأجدعها، بعد كل فوز يكسروا حاجة وياخدوا مخالفات بفلوس أكتر من اللي هيستلموها وما بقوش يعدوا الديون. لكن في مرة هما بيصلحوا مركبتهم الفضائية لقوا مركبة تانية بتعوم جنبهم وجواها طفلة صغيرة، صعبت عليهم طبعا وخدوها معاهم لأنهم قلوب لا تعرف القسوة لكنها تعرف المال. اشتقوا يا جماعة، احنا نساوم أهلها بمبلغ كبير ونعيش متزهزهين عشان نرجعها لهم. وهم بقى لسه بيرسموا طموحاتهم وآمالهم العالية لقوا خبر ان الطفلة اللي استلموها دي عبارة عن آلية فيها قنبلة مؤقتة وممكن تنفجر فيهم في أي وقت. وعلى الرعب اللي جالهم بقى، البنت جاية تعطس عادي، لقينا الإنسان الآلي أول واحد خلع وكل الأبطال انبطحوا على الأرض، والبنت جاية بتبص إيه ده انتوا بتلعبوا؟ ألعب معاكو. بدأوا بقى كلهم يحاولوا يتعاملوا مع الطفلة دي من بعيد، وعرفوا إن في فريقين بيتخانقوا عليها، حراس الفضاء وعصابة الثعالب السودة. وبما أن الأبطال الفلوس دي آخر حاجة بيفكروا فيها، قرروا ان هم هيسلموها لعصابة الثعالب مقابل 2 مليون دولار، واتفقوا على المكان والزمان
بس الشرطة طبت عليهم وقلبت عليها واطيها، وعلى الرغم ان هم اتضرب عليهم نار بس عرفوا يهربوا، ومحدش اتصاب بسبب قوة غامضة موجودة في الطفلة حمتهم. للأسف المهمة باظت وملحقوش يلهفوا الفلوس، ومركبتهم الخردة باظت أكتر ما هي بايظة ومعهمش مليم يصلحوها. بس البطل اكتشف إن الطفلة عندها قدرة خلت شجرة الطماطم المعدومة عندهم تنمو بسرعة، فقال تمام قوي إحنا من النهاردة خدرجية، وقعد يبيع بالهبل لأن استحالة حد يلاقي طماطم في الفضاء حتى في الأرض فهي صحراء جرداء. فعملوا من المشروع ده قرشين حلوين وقدروا يصلحوا مركبتهم الفضائية، واتفقوا مع عصابة الثعالب السودا على مكان تاني. مفيش ثواني وناس مقنعين هجموا عليهم وحاولوا يخطفوا الطفلة، بس الأبطال دغدغوهم واكتشفوا انهم عصابة الثعالب السودا اللي الإعلام عمال بيقول عليهم إرهابيين، لكن ده ظلم وافتراء. دول ناس هدفهم إنقاذ كوكب الأرض، وهنعرف منهم ان الطفلة دي اصلا بشرية مش آلية، ولما اتولدت اعصابها كانت كلها بايظة وحالتها صعبة جدا، وبما ان باباها عالم كبير حقنها بحاجة اسمها الروبوتات النووية وبقت سليمة، والروبوتات دي بقى طورت من نفسها وبقى عندها قدرة انها تتواصل مع اي حاجة حواليها وتنقذها، لدرجة ان هي ممكن تخلي الصحراء ارض زراعية. فالكابتن جيمس استغل قدرتها وخدر كوكب المريخ كله وخلاه صالح للحياة. يقوم بقى يحاول يتخلص منها ومن كل العلماء اللي يعرفوا الموضوع ده، عشان اولا قال ايه هو العبقر الوحيد اللي عمل المجهود ده وانقذ البشرية، ثانيا الطفلة تقدر ترجع الكرة الارضية خضرة تاني وصالحة للعيش، وده قطع أرزاق بالنسبة لكابتن جيمس وفي مصلحته إن الأرض تبقى خرابة. بس الحمد لله الطفلة فلتت منه وهربت، لكنه حاططها في دماغه وبيفكر جديا يفجر فيها قنبلة هيدروجينية حرارتها 200 مليون درجة مئوية. بس مش معقول درجة الإنسانية اللي عند كابتن جيمس دي فظيعة، بس ده كان الحل الوحيد عشان يتخلص من الطفلة، وعشان دماغه شغالة مش بتنام قال بالمرة وانا بفجرها في المصنع الخردة اوقعها بيه على كوكب الارض اهو يروح فيها 3 مليار مواطن والباقي هيموت لوحده من التلوث والاشعاع والكوارث الطبيعية. جميل قوي الاستاذ جيمس ده ونضيف من جوه، لا نقي. الحلو بقى ان الابطال بتعاون مع الثعالب السودا رجعوا الطفلة لابوها اللي اتمرمط عشان يلاقيها، واخيرا خد بنته في احضانه. بس يا قلب امه حراس الفضاء طبوا وهجموا عليهم تاني وقتلوه هو وبقية افراد العصابة وخطفوا الطفلة معاهم. اما عن الابطال فرمولهم فلوس على اساس ان كده هيسكتوه. نفسية الابطال بقت زي الزفت وضميرهم نقح عليهم، فرموا الفلوس في الزبالة وراحوا ينقذوا الطفلة، وقابلوا بقى هلمة صواريخ ومركبات فضائية بالكوام بتلاحقهم من كل النواحي، بس الأبطال وجبوا معاهم ووقعوا عدد كبير منهم ونجحوا فعلا انهم يوصلوا للطفلة. وهم بقى بيهربوا بيها طلعت حارسة أجرك الله، واحدة عايزة الحرق نازلة فيهم كلهم تلطيش، لغاية لما جالهم الديلر بتاعهم وقال لهم بصوا سبوهالي دي عايزة واحد قوي في مستوايا مش الهواة اللي زيكو، وقفل عليهم الباب يستفرد بيها. اي نعم ملحقش يضرب واتنفخ بالجامد قوي، بس عرف يعمل حركة ذكية وطيرها برا المركبة. المشكلة ان القنبلة محدش هيقدر يوقفها دلوقتي، فالابطال قرروا انهم المفروض يهربوا بالطفلة، فكابتن جيمس شاط قوي وده لما بيغضب عروقه بتطلع كده، وهو حرام اللي بيعمله في نفسه ده يموت صغير، لقيناه خد مكوكو المدمر وراح طاردهم شخصيا، وبعد بقى عليهم كمية طيارات بدون طيار تقولوش بيحارب جيش
مش أربعة. لكن الأبطال استعانوا بزمايلهم في الكار، والحقيقة فرق الكناسين كلهم طلعوا جدعان وساعدوهم. وأتاري دي كانت مهمة انتحارية، الأبطال ودوا الطفلة في مكان آمن وخدوا مكانها القنبلة الهيدروجينية عشان ينقذوا كوكب الأرض كمان، عداهم العيب. ودي كانت أمسية عنب على دماغ الكابتن جيمس اللي عمال يطاردهم حاليا وهايس فيها، وهم مفاجأة هننفجر كلنا. القنبلة فعلا انفجرت بيهم كلهم، وانا مش مصدومة لاني متعلم عليا في كذا دراما قبل كده، فواخدة مناعة من موت الابطال ولا بتأثر. وبعدين تأثرت، لقيت ان الطفلة حوطت الابطال بروبوتات نووية غير قابلة للتدمير، وعاشوا كلهم، والكابتن جيمس ذهب للجحيم لوحده. وانا ايه ده، عادي كده الكل على قيد الحياة؟ طب يا مخرج موت لك واحد على اقل من الابطال من نفسك، ما تصدمنيش فيك كده. حتى ان انا جبت بعد تتر النهاية اشوف غير الاحداث ولا لا، مفيش، اخاف اتعود على كده. المهم في الاخر البطل اكتشف ان بنته المفقودة توفت، بس عايش هو والابطال مع الطفلة كأسرة مع بعضيهم. ومن الوقت للتاني بيودوها كوكب الارض تزرع وتصلح في اي حاجة وترجع تاني، والانسان الالي قدر يزرع جلد وبقى اني جميلة. والحقيقة الفيلم ده عظمة من كل النواحي، اخراج وقصة وجرافيك خرافة. بس اللي عجبني بجد ان الكوريين نقلوا نقلة تانية من افلامهم. في الاول كانوا بيدمروا كوريا سواء بزلزال او بانتشار فيروس الزومبي، لدرجة ان هم بقوا لاجئين في افلامهم. بس ما شاء الله وصلوا دلوقتي لمرحلة ان هم فولوا على كوكب الارض كله، ما سابوش قارة او على الاقل بلد واحدة سليمة. ما تسيبونا في حالنا يا جماعة، مش ناقصة، دي خربانة معانا ومتفائلين، فرفشوا شوية مش كده. القناتين دول لسه مبتدئين للكي بوب، فاللي حابب يدعمهم هيلاقي لينك قنواتهم في الوصف تحت. اما عن اسامي بانزي الجميل، سارة سوسو، مريم مصطفى، زينب، انوار، حبيبة، امل يوسف، فاطمة، حنيفة، ريتاج. اما عن الرسائل فرهف بتقول لكم ينفع يا جماعة تدعوا لمامتي بالشفاء العاجل، وسوها بتقول لصاحبتها آية انت احلى صاحبة في الدنيا وحبيبتي واختي وكل حاجة حلوة والله بعشقك بجنون. ونورهان بتقول لكريمة انا بحبك قوي واسفة جدا على اللي انا عملته، ما تزعليش مني. ورزان بتقول لاختها ديل بتمنى لك التوفيق والنجاح بامتحانات البكالوريوس. فيها كان باسم اكسو إلز شرب حشيش بتقول لك يا جماعة ممكن تدعو لاختي تدخل كلية هندسة. وكانت معكم لبنى ماجد والدين عويدة من قناة كوريا أنيو.